السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم حلويات وشهيوات سعاد. ضمن وصفات شهر رمضان بإذن الله بغيت نشارك معكم فطائر المقلات، ولا الفطائر اللي كيوجدوا في 10 دقائق، يعني ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة البنات، ساهلين في التحضير وكيجيو بنان بمذاق التاكوس، كذلك خبز بحال التاكوس تقريبا، كيجيو فنين البنات وعامرين وكيوجدوا في دغيا وسيرتو في المذاق ديالهم كيجي واعر. بسم الله غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجوها هنايا 2 كيسان عنبه ديال الحليب دافي، وكاس ديال الماء حتى هو يكون دافي بالعبار ديال العنبه. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وغادي نخلطوهم مزيان البنات باش يتجانس الخليط مزيان ديال الخميره مع السكر والحليب والماء. وغادي نضيفو عليه 1 كاس عنبه ديال الفورص، غادي نحركو شويه عاد غادي نزيدو القياس ديال الملحه حسب الذوق. علاش ما ضفت الملحه البنات مع الخميره وسنيده؟ هكا باش يسرعوا في التخمار دغيا، غادي يخمروا منين غادي نديرو هاد الخطوات. بطبيعة الحال كنزيدو الدقيق شوية بشوية حتى كنجمعو الخليط وكنتحصلو على عجينة اللي هي متماسكة. أنا تقريبا احتاجيت هنايا 9 كيسان عنبة ديال الفورص باش جمعت هاد العجينة هادي. كما كتلاحظو حنا كنجمعو ماشي كندلكو، ولكن غير كنجمعو هكا بالأطراف ديال الأصابع ديالنا حتى كنتحصلو على واحد العجينة اللي متماسكة على هاد الشكل هذا. كنعاودو نشكلوها على شكل كرة وكنردوها في الإناء وكنديروها بابي سيلوفان وكنخلوها تخمر. في الحشوه غادي نحتاج بصله كبيره اللي مشلضه مزيان، معلقه كبيره ديال القزبر المخلطه مع المعدنوس، واحد درس كبير ديال الثوم، دجاج قطعته على شكل مربعات، زيت المائده، غادي نحتاجو الخرقوم، الملحه، السكنجبير والتحميره، واخيرا اللي هو الابزار. في المقله غادي نديروها فوق البوطه، غادي نزيدو عليها شويه زيت النباتيه، وغادي نضيفو عليها صدر ديال الدجاج، غادي نشحروهم مزيان حتى كيطيبو، يعني نص طيبه حتى كيوليو اللون ديالهم بيض على هذا الشكل هذا. كنزيدو القزبر والمعدنوس والثومه، غادي نزيدو العطريه كامل، الخرقوم، الابزار، الملحه والسكنجبير والتحميره. التحميره البنات كتعطي واحد اللون اللي زوين بزاف الصراحه في هذه الحشوه. هذه هي الحشوه البنات اللي غادي نحتاجوها، خفيفه ظريفه وسهله ومقادير اللي هي غادي تكون في كل بيت. بعد ما طابت الحشوه غادي نخلوها على جنب باش تبرد، والعجينه كما كتشوفوا طابت الحشوه وهي العجينه وجدات خمرات. كنهبطوا ديك الخميره وكنبدا نقسموها على كويرات، ما كنستعملوش الزيت، كنستعملوا غير الدقيق الفورص مخلط مع معلقه صغيره ديال الفينو هكا باش يجيكم شويه حرشين من الفوق منين كطيبوا هاد الفطائر في المقله. هنايا بعد ما كورتهم كامل غادي نبدا في اول كره كنكورها، كنطلقها شويه بيدي عاد كنكمل عليها بالمدلك، ما تسرحوهاش بزاف، ومن الاحسن من البنات الوسط يكون شويه يعني ما يكونش رقيق في العجينات، ما تكونش رقيقه من الوسط، تكون رقيقه غير من الجناب. وغادي نديروا واحد شويه الصلصه الحاره، كتكون اختياريه، تقدروا ديروا اي ما اي حاجه بيتوها نتوما، اي صوص بغيتو، المايونيز، بتركي تشاب، اي حاجه كتشهوها نتوما تقدروا ديروها، حتى صوص انجيريان البنات تقدروا ديروها. صافي كنشكلوهم على هذا الشكل هذا على شكل باغيت صغير، كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوهم كامل وغنتلاقاو.
بطبيعه الحال بعد ما كملتهم كامل غادي ندير واحد المقله فوق البوطه، وغادي ندير فيها شويه زيت المائده اللي غادي ندير معاها شويه ديال الخرقوم ولا الصفيره، غادي نسرح شويه ندلكهم شويه باش نعطيهم شويه ديال العرض والطول المعجنات ديالنا، وكنديرهم فوق البوطه كما كتلاحظوا حتى كيديروا دوك الفقاعات من الجناب. كنبدا ندهنهم بطبيعه الحال كذلك بالزيت، وكنبدا نقلب من الاحسن تكون العافيه اللي هي مهيله باش ما يتحرقوش لكم وتطيب لكم العجينه من الداخل. شوفوا معايا كيفاش كيديروا الفقاعات من الجناب، وكنبقاو نقلبوهم منين كيطيبوا من الجوانب كنبقاو نوقفوهم باش يطيبوا الجوانب ديالهم كذلك، باش يجونا على شكل سندويتشات كيجوا الصراحه غزالين البنات تيقول ان شاء الله. وجربوهم راه كيجوا فنين حتى في المذاق ديالهم بحال الطاكوس تماما. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، الصراحه كيجيو زوينين بزاف، كيجيو محمرين ورطبين، وفي نفس الوقت كيجيو منين منين سيرتو منين كبحا كيطيبوا كيجيو شويه مقرمشين ولكن رطبين في نفس الوقت، كيجيو زوينين بحال الخبز ديال الطاكوس. وحتى في المذاق سيرتو اللي دار لاصوص انجيريان ولا الاندلس كيجي نفس مذاق الطاكوس، وحتى بالحار الصراحه راه كيجيو زوينين بزاف البنات. شوفوا معايا غادي نحل معكم وحده، كيجوا الصراحه زوينين وعامرين من الداخل وما كيجوش معجنين، كيجوا الصراحه طايبين وزوينين بزاف. ان شاء الله انكم تجربوهم وغادي يعجبكم. كيف العاده الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجوه بين الاحباب والاهل والاصدقاء، ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله.